ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بيتكلموا عنك كلام حلو قوي هنا. شكرا. الله يكرمك. قول لي انت في المستشفى كنت من امتى؟ انا في المستشفى من التسعينات كده. من التسعينات؟ اه. والحمد لله تمثلت للشفاء. الحمد لله. لا انا يعني انا بالنسبه لي كان ظروفي ظروف اجتماعيه، لان والدي كان وجهني هنا، انا بلعب رياضه وكده، فوجهني هنا على اساس ان انا ابقى كويس يعني. تمام. عظيم. والحمد لله حسيت انك بقيت كويس. وخرجت من هنا من امتى بقيت بس بتيجي كزيارات كده؟ انا باجي حضرتك بترد على المستشفى ايام والدي، والدي جه توفى برضه لسه بترد عليها. بيدوني هنا معلومات كويسه، بقعد في المكتبه. في العلاج برضه بيبقى في علاج كويس، عندنا دكاتره زي دكتور مجدي ودكتور دكتور مجدي عبد الحميد، وبنلعب كوره وبنقعد نلعب بينج وبنلعب شطرنج مع بعضينا وبنجتمع مع بعضينا. وكابتن مجدي بيلعبنا كوره على طول. انا عارف ان انت في الفريق، فريق كره القدم. فريق قدم، وبلعب تبع نادي الميه تبع الشركه، وعامل شغل كويس يعني الحمد لله يعني مع زمايلي وكده ومع كابتن مجدي وكده. ربنا يوفقك. كلمني عن الفتره اللي انت قضيتها هنا كنزيل وانت بقى قاعد في المستشفى، يعني كانت فتره صعبه ولا كانت فتره سهله؟ هي كانت فتره كويسه، لان انا يعني كنت منعزل شويه، ما كنتش بحتكم بالناس شويه. والدتي انفصلوا من وانا صغير من 6 شهور وكده، وخد نفقه بيا والدتي وشافت السعوديه والدتي، وجي والدي مهندس بعيدا عن التفاصيل قوي، فكانت الظروف يعني صعبه شويه. الظروف ان انا هنا بدات اخد علاج، جالي قال لي عندك انفصام او اضطراب ذهاني، فجيت اتعالجت بيت كويس يعني، بيت انسان نورمال يعني عادي يعني، ما فيش حاجه عندي. باخد العلاج كويس، باخد التوجيهات كويس، لوني ان انا ذكي ونبيه يعني. طب لما بيقولوا على المريض النفسي ان هو مجنون ومتخلف والكلام ده، ايه رايك يا استاذ ياسر بقى في البيتقال ده؟ والله يعني ما فيش حاجه اسمها مجنون، ممكن يعيش حياته عادي. انا ليا اصحابي بروح اعذرهم في البيت وبحتك بيهم وكده، كويسين يعني، عايش حياتهم الطبيعيه وانا عايش حياتي الطبيعيه يعني. اعتبر ليا شغل تاني وبيت يعني، انا يعني بهتم بالمخازن وبهتم شغلي في مخازن وفي مشروعات وفي شغال في شركة المايه. شركة المايه. وفي عدادات وفي ارشيف عدادات يعني، خدت رئيس ارشيف ما شاء الله، وقعدت في المخازن، خدت ارشيف مخازن، خدت فترة مخازن يعني. يعني الانسان ممكن يعدي بكبوة كده في حياته، مثلا مرض نفسي زي اي مرض بيجي للانسان بيتعالج منه، بيبقى عايش حياته بشكل طبيعي، الموضوع بسيط صح؟ طبعا. مش فكره طبعاً. بقى ان احنا ندي فزاعه. هو حضرتك بالنسبه للمرض النفسي في يعني ايه، هو بينقسم لايه يعني، في وجداني وفي ذهني. بالنسبه للاحكام برضه، انا اعرف ان في احكام بالنسبه للنفسي يعني، المريض النفسي لما بيجي له احكام او بيحصل له مشكله بره او حاجه بيجي هنا يتحاكم يعني، فبيبقى حكم مخفف او بيتحاكم هنا، بيقعد مع المرضى اللي زيه وكده بس. فدي ميزه يعني، ان احنا لينا معامله او بنتعافى من اي حاجه. بس برضو ما هي مشكله ان انت بتبقى وصمه كده، الناس كلها باصه ان الشخص ده ما ينفعش يبقى وسط المجتمع، ان الشخص ده. وحضرتك اهو كمثال الحمد لله خلصت الموضوع، وبتيجي بس بتتردد بشكل دوري كده، والحمد لله بقت زي الفل. الحمد لله. عايز بس منك حاجه سريعه كده، لو تقول لي يعني ان شاء الله انت بتحلم بايه وناوي تعمل ايه في اللي جاي؟ هو حضرتك متجوز الاول ولا لا؟ لا ما اتجوزتش انا لسه. اعزب يعني. ان شاء الله تكمل بس شبكته وكده ان شاء الله، اتاكد بكذا تجربه جواز ما حصلش نصيب. فانا قاعد في سكن كده لوحدي. ربنا يتمم لك على خير. يعني جبت حتى عفش مع نفسي. الله ينور. يعني قعدت مع نفسي يعني مع عيلتي وكده، عشان انت عارف ظروف الاجتماعيه وكده. الله ينور. فشديت مع نفسي، جبت اوضه وعليه مرتبي، باخد مرضي باجر كامل. الله ينور عليك. كل حلال. فان شاء الله مستمر في الشغل، وان شاء الله هتكمل نص دينك قريب. ان شاء الحمد الله. لله. اعزمنا بقى. انا اهو عندي 49 سنه يعني، ربنا يسلمك ان شاء الله. ربنا يوفقك. رب اشكرك شكرا جزيلا.